السلام عليكم إخواني أخواتي. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا درس جديد من دروس الفوتوشوب، وهذا الدرس سنقوم بعدة تطبيقات التي تتعلق بواحد الفلتر اللي هو الفلتر بوان دو فويت. دونك دابا لو كليون عنده هاد الميبل ديالو وعنده هاد لو طابلو، وطلب منا باش بغى يشوف لو طرافاي كيفاش غادي يتم. طلب منا باش هاد لو طابلو يدار فهاد لو مور بحال هكا، بحال هاد الشكل هكا. اوكي، دونك حنا شنو غادي نديرو؟ لانفوغرافيست تيكون مختار انه يدير لا بون بيرسبكتيف بحال هكذا. غادي ناخدو لوتي دو سيليكسيون و زومي، ناخدو لوتي دو سيليكسيون و سيليكسيوني بارتي من هاد ليماج، و بها غادي نخدمو. فوالا، الوغ كونترول سي كوبيي، كونترول ديبو دي سيليكسيوني، ونديرو قلنا نوفو كالك لو راكورسي ديال لي فيلتر بوان دو فويت. كونترول الت في فيلتر بوان دو فويت. دكور، دونك هنايا توجور لا كرياسيون ديال لو بلون دو ترافاي. انا جو كليك كوم سا كوم سا، وتنحاول نتبع ديك لا بوردور ديال هذاك لو مور ديالي. لاحظتيو معايا تعطيها ليا انا لا غري الا جاتني صغيره يمكن ليا نزيد في لاطاي ديالها. دكور، اي غادي نمشي نكوليو ديك ليماج كونترول في، او عطاني ليماج ندير ليها كونترول تي ونجلسيها كوم سا. ولاحظوا معايا هنايا ملي بغي نجلسيها اي فا بروندر لا بيرسبكتيف ديال هذاك لو مور. شوف فوالا، دونك بلا ما نحتاج ندير لها لا ديفورماسيون ديال بيرسبكتيف بحال الشكل هكا. اي جو فاليد افيك اوكي. فوالا، دونك هاو دونك حنا درناها بوحديها في ان كالك ابار. فوالا هي هادي، باش تالا بغيت ندير شي شونجمون تيمكن ليا نديرو. الوغ هنايا باغ اكزومبل تطلب مني باش نحيد ليها هاد لو بلون، هاد لو بلون اللي عندي هنايا، تيمكن ليا نمشي ندير ليها لو مود اوبسكورسيف. فوالا، انا حيدنا ليها لو بلون دون مانيير رابيد اي فاسيل. بقات ليا هنايا اون طاش اللي كاينه في هاد ليماج، بغيت نحيدها من هنايا سي افيك لا غوم. داكور، نجي لهنايا نقوميها فوالا فاسيلمون. اوكي، وهنا درت لا بون بيرسبكتيف ديالي سيغ لو مور ديال هاديك ليموبل افيك لو فيلتر بوان دو فويت. دونك فوالا، دا سي لو دوزيام كا. وتنتمنى انكم تكونوا باغمي لي زابوني ديالي وديروا لايك، ولي كومونتير ديالكم مرحبا بهم، واي تساؤل صيفطوا ليا في صندوق الوصف وانا مستعد نجاوب جميع الاسئله ديالكم في دروس قادمه ان شاء الله. وما بقى لي الا نودعكم وشكرا وتبارك الله لكم، الى الدرس القادم ان شاء الله.